خلينا نبدأ مع حضراتكم سريعا بالأهرام والرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. الأوطان لا تباع ولا تشترى والحقوق لابد أن ترد لأصحابها، عنوان الأهرام واخداه من تصريح الرئيس السيسي أمس. القرارات ربما اللي خدت الاهتمام الأكبر، صحيح الرئيس السيسي اتكلم عن أكثر من قضايا، عن ثلاث قضايا تحديدا ما يخص الحديث عن ملفات هامة سماها الرئيس ملفات هامة، ملف مواجهة الإرهاب، ملف الإصلاح الاقتصادي، وأيضا قضية جزيرتي تيران وصنافير. لكن ربما الاهتمام الأبرز في معظم الصحف، صحيح الحديث عن تيران وصنافير خد الجزء الأهم، لكن أيضا القرارات اللي اتخذها الرئيس لمواجهة ما يحدث في مصر ونتائج الإصلاح الاقتصادي ومحاولة لدعم محدودي الدخل داخل مصر. خلينا نبرز القرارات اللي موجودة على صفحات الأهرام. أولا، زيادة الدعم النقدي شهريا للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه، رفع المعاشات التأمينية بنسبة 15% وبحد أدنى 150 جنيه، أيضا إقرار خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة تصل من 7 إلى 8 مليار جنيه، زيادة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي التكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا، وإلى جانب إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% بحد أدنى 65 جنيه، وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات. الحديث الرئيس إلى جانب هذه القرارات تحدث عن ملفات ثلاث في كلمته. الملف الأول خاص بقضية جزيرتي تيران وصنافير، وده كان خلال إفطار الأسرة المصرية اللي قال الرئيس فيه بشكل واضح، قال الخطر ما زال قائما ويتمثل في الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد أن الأوطان لا تباع ولا تشترى، وأشار إلى أن الحقوق لابد أن ترد لأصحابها. وقال الرئيس ونقلت عنه الأهرام تحديدا لفظا، أنتم أمنتوني على مصر وسأحاسب أمام الله الذي لا يغيب عنه شيء ولا يقدر أحد على خداعه، وسأبذل ما يمكنني من جهود للدفاع عنها. اتكلم بشكل رئيسي ايضا الرئيس السيسي عن انه هذا الموضوع وغيره من الموضوعات هيكون الحديث فيها في مؤتمر الشباب القادم بشكل اكثر تفصيلا وبتفاصيل اكثر في هذا المؤتمر، وقال بشكل واضح ان ما عندناش حاجه نخبيها. الملف الثاني المهم واللي ركزت عليه جريده الاهرام هو اهميه التصدي للدول الراعية أو التي تدعم الإرهاب. الرئيس قال بشكل واضح هناك دول تدعم الإرهاب، وقال حجم الأموال بيتم إنفاقها على هذه العمليات الإرهابية بالإضافة لحجم الأسلحة المستخدمة والمتفجرات ضخم للغاية. وقال الرئيس بشكل واضح، ويمكن ده اللي لاقى يعني ترحيب وتصفيق من الناس كلها، والناس كانت محتاجة تسمع من الرئيس ده، الناس اللي دعمت ومولت هذه الدول لن ننساهم ولن نسامحهم. أيضا تحدث الرئيس عن الإصلاح الاقتصادي وقال بشكل واضح لابد من التحرك في هذا المسار، كان لابد من التحرك في هذا المسار من أجل أبنائنا وأحفادنا حتى يكون لديهم حياة أفضل بكثير وتحديات أقل، مشيرا إلى أن المصريين قادرون على تجاوز التحديات.